السلام عليكم مشاهدين اخواني اخواتي، في هذه الجوله ان شاء الله غناخذكم واحد لا بالاد فيرت دي بروكسل سي 7 تراجيك. كما شفتوا في العنوان درنا مع لا ميزون دو فام دو مولامبيك. كما شفتوا الاخوات معايا كنا جروب مشينا لاكن لا كومين لاكن. كما شفتوا نزلنا في ستاسيون اوبا بروغمان ومن تما مشينا على رجلينا درنا تراجي كبير. المهم غادي ناخذكم معايا تكتشفوا معايا هاد لو تراجي اللي درناه. كانت رحله زوينه، بلد فات زوينه مع الاخوات لي مومبر دو لا ميزون دو فام. هذا لو برومي تراجي اللي درناه، ان شاء الله غادي نديرو 7 تراجي باش نكملو كامل لا بيريفيري تاع بروكسل. انا غادي ندوزو على الطرف تاع بروكسل نشوفو نكتشفو شي بلايص اللي ما كنوصلو لهمش. نقدرو نكونو ندوزو عليهم غير بلا فواتور ولا، ولكن باش هكدا على رجلينا نقدرو ما نكونوش وصلنا لهم. ان شاء الله غادي نكملو هاد لا بلاد فيرت بلي 7 تراجي. غادي نكونو كملنا كامل لا بيريفيري تاع بروكسل وناخذكم معايا ان شاء الله كامل في لي بلاد اللي غادي ندير. هاد لا بلاد فيها غادي ندير فيها جوج فيديوهات لان طويله. درت لكم هنا لو تراجي من لاكن حتى حتى لدوكس، و الفيديو المقبل ان شاء الله نكمل لكم حتى لدوكس حتى لسكاربيك. غادي نديرو لي تراجي تاع سكاربيك، ندوزو على لاكار سكاربيك ونزيدو. Merci pour cette balade à la maison de femme. Merci Sandrine, notre animatrice, et aussi Lisa, la stagiaire. شكرا الاخوات لان دوزنا واحد الوقيته زوينه. وعندنا مره في الشهر، يعني مش غندوها كل مره، يعني مره في الشهر كنبقاو نديرو هذا لا بلاد. عندنا اليدات راهم في الاول في لافيش الاولى اللي صورتها لكم. والاخوات اللي في بروكسل اللي بغى يجي نخارط لامب في لا ميزون دو فام، راه فيها بزاف لي زاكتيفيتي ومهمه للمراه. يعني الانسان كيدوز وقيته زوينين، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، فيها بزاف لي بروجي، فيها قرايه، فيها يعني واحد اس بي ال فريمون مهمه للناس اللي ساكنين في بروكسل. نشكر لا ميزون دو فام على هذه الفرصه اللي اتاحت لنا باش نديروا هاد لا بلاد. يعني الانسان باش يديرها بوحدو راه شويه ديفيسيل، ولكن مع الجروب هكذا كتكون زوينه، كدوز النهار زوين. ونتمنى تعجبكم هاد الجوله، وشكرا اللي راه يشجعني، شكرا اللي راه يتفرج في الفيديوهات ديالي. ونتمنى ما تنساوش اللايك والابوني والبارطاج. تحياتي للجميع وشكرا. كشتو اخواني اخواتي، دزنا على لاتوميوم ودخلنا البارك تاع لاكن. دونك رانا دايزين على هنايا على بالي رويال، كاين لاسي رويال. هاديك لاسي رويال كتحل مرة في العام ب 15 أفريل حتى ل 8 ماي. وهنا على هاد روتوروت كدوز على بالي رويال، على بارك رويال. دزنا عليه على الطرف، وصورت لكم البعيد لأنه مسدود مقدروش ندخلو، كيما قلتلكم كيتحل مرة في العام. إن شاء الله إذا كتب ليكم فيه جولة كي تكون محلول. كيما هاي هنايا من 15 أفريل حتى ل 8 ماي. فيها النباتات، فيها بزاف جردة كبيرة، فيها دوك النباتات العملاقة، فيها جميع أصناف النباتات.
هذه لا فونتان دو نوبتور. معروفه حتى هي مهم معالم تاريخيه نتاع بلجيكا. يعني كندوزو كنتلاقاو بزاف بلايص تاريخيه وبلاص معروفه بهم بلجيك. ايوا هادي المزيد اكستريم اوريون نتاع الشينوا. هي هاد بافيون دو شينوا تقلنا له درنا فيه تصاور لكن راه مطوري بواحد الكرياج لان راهم كيصاوبو. كيجيو يزورو هنايا كانوا كيجيو يديرو حتى لي فوتو لي ماري النهار تاع العرس. كيجيو هنايا معروف هاد البلاصة كيجيو التوريست وهذا كيما شتو هنايا بزاف كيجيو لي ماري كيديرو لي فوتو هنايا معروفة. ولكناهم كيصوبوهم هاسدوهم أنا مقدام وخاكا كيجيو لي فيزيتور يشوفوهم. واحد المنظر رائع كيما بحال كيف فلاشين تشوفي هاد القصر تاع الشينوا بحال كيف تحس براسك كيف فلاشين. هنا هذه اللي كاتبه لكم هي لا تور جابونيز جايه مقابله للبافيون دو شينوا بيناتهم طريق واحد بلاصة جاية بين الشجر وفستها الطريق. ولكن هادي مسدودة هاد لاتور جابونيز مسدودة ماشي بحال البافيون تاع الشينوا محلول كيجيو يديرو فيه التصاور هدا. ولكن هداك مسدود يعني واحد بلاصة زوينة. ونتمنى تعجبكم هاد الجولة وتكونوا استمتعتوا معايا في هاد لو تراجي اللي دازنا. جولة ممتعة. نزلنا على القناه هنا كان واحد القنطره دزنا عليها كما كتشوفوا هنايا. هذا الجهه راه فيها لي زوزين. هذا الجهه كتسمى حي اصطناعي كارتي اندستريال جاي على الدور تاع القناه. هنا مقابله كما كيبان لكم هنايا كاين دوك السفن ويبتي باطو. هذا كان كما كتعرفوا راه مهم في قطاع كامل بروكسل في كيدوزو دوك البضائع وكاين السفن كيدوزو دوك الشي تاع الزينات كيدوزو كامل البضائع.
ممكن نكتبلكم الطيارة حيتاش زابط ماشي ماشي بعيد عليكم. قريب من هاد الحي ماشي بعيد بزاف، داكشي كتكون الطيارة قريبة. مقابل مع الكنال كاين هاد المحلة التجارية دوكس كبير، وراه داخل كبير. ان شاء الله غنديلكم فيه جولة. تحياتي للجميع وشكرا على تتبعكم وتشجيعاتكم لي، والسلام عليكم.